السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده جميع اسعار الكتاكيت، شركات واهالي وتنفيذات المزرعه وكمان اسعار الاعلاف. عندنا النهارده بشره حلوه جدا لكل اخواتنا المربيين. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات تحت الفيديو وخلوها شاهد لينا يوم القيامه، وخلوها كمان ذكر على لسانكم، صدقوني تفتح الابواب المغلقه. النهارده عاوز اقول لكم ان في بشره حلوه جدا في اسعار الكتكوت الابيض تحديدا. عاوز اقول لكم كمان ان اسعار الاعلاف نزلت جدا، ما تخلوش حد يستغلكم ويبيع لكم الاسعار الاعلاف بالاسعار القديمه يا جماعه، لان فيه نزول كبير جدا في اسعار الاعلاف. ونصيحه مني اخواتنا اللي بيدخلوا كتاكيت دلوقتي، ما تشتروش العلف كله مره واحده، اشتروا بس على قد استهلاككم وتابعوا اسعار السوق. طول ما الاسعار بتنزل ما تشتروش غير الكميه اللي انتم محتاجينها. اول ما تحسوا ان الاسعار بدأت ترتفع او ترفع يبقى اشتروا الكميه اللي انتم محتاجينها على حسب الكميه بتاعه الكتاكيت الموجوده عند حضراتكم. الحاجة التانية كمان اخواتنا اللي بينفذوا ارض المزرعة النهاردة، التنفيذات حلوة جدا، مهم قوي يكون عندكم اوزان في الفترة دي، لان الفترة دي بصراحة يعني حلوة جدا للمربيين. اخواتنا اللي اتظلموا الفترة اللي فاتت كمربيين عندهم فرصة حلوة جدا ان هم يشتغلوا دلوقتي، الاعلاف نازلة. اي نعم سعر الكتكوت غالي جدا، ولكن ده مش مقياس ان احنا نشتغل او نبطل شغل يا جماعة. اخواتنا المربيين اللي عارفين يعني ايه تسمين دايما شغالين، الكتكوت غالي رخيص دايما لازم نشتغل يا جماعة. خلاص كده في الاول وفي الاخر ما علينا غير السعي، ولكن التوفيق والفضل بيكون من ربنا، ولا هو شطارة ولا هو اي حاجة غير توفيق ربنا في الاول وفي الاخر. يبقى خلاصة الكلام اشتغلوا، الكتكوت غالي رخيص اشتغلوا يا جماعة، السوق رافع نازل اشتغلوا يا جماعة، الاعلاف نازلة او رفع برضو اشتغلوا يا جماعة، ما علينا غير السعي. طيب النهارده تعالوا بينا نبدا بتنفيذات ارض المزرعه، ونرجع نقول اسعار الكتاكيت، وفيها مفاجاه حلوه جدا النهارده اقول لكم عليها. اخواتنا كمان اللي عندهم دوره تسمين ومحتاجين مننا متابعه، المتابعه معانا مجانا لنهايه الدوره، بتكلموني على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه الحلقه. وتعالوا بينا نبدا بتنفيذات ارض المزرعه، ونرجع نقول اسعار الكتاكيت والاعلاف. البط البلدي ارض المزرعه 105 جنيه، والمحلات 115 جنيه للكيلو. الفرنساوي ارض المزرعه 80 جنيه، والمحلات 90 جنيه للكيلو. المولر ارض المزرعه 85 جنيه، والمحلات 95 جنيه للكيلو. البط المسكوفي ارض المزرعه 95 جنيه، والمحلات 105 جنيه للكيلو. البط البكيني ارض المزرعه 65 جنيه، والمحلات 75 جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعه 80 جنيه، والمحلات 90 جنيه للكيلو. السمان ارض المزرعه 50 جنيه، والمحلات 60 جنيه للجوز. الروم الابيض ارض المزرعه 115 جنيه، والمحلات 125 جنيه للكيلو. الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 120 جنيه، والمحلات 130 جنيه للكيلو. الحمام البلدي ارض المزرعه 85 جنيه، والمحلات 95 جنيه للجوز. اما عن الفراخ البلدي النهارده ارتفاع قوي جدا، ارض المزرعه 100 جنيه، والمحلات 110 جنيه للكيلو. انخفاض الساسو 93 جنيه ارض المزرعه، والمحلات 100 جنيه للكيلو. ارتفاع الرزي والفيومي ارض المزرعه 95 جنيه، والمحلات 105 جنيه للكيلو. انخفاض امهات الاحمر البياض 58 جنيه ارض المزرعه، والمحلات 65 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضه الهابرد الكبيره ارتفاع ارض المزرعه 63 جنيه، والمحلات 70 جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضه النهارده المعلن 66 جنيه، والتنفيذ الفعلي ارض المزرعه 65 جنيه، والمحلات 72 جنيه للكيلو. اما عن اسعار الاعلاف النهارده وفيها انخفاض كبير ومستمر، اعلى عبوه علف النهارده ال 25 كيلو سوبر 470 جنيه بادي، 460 نامي، 450 ناهي. الكيلو قطعي في المحلات بيبدا من 21 جنيه ل 22 جنيه على حسب الشركه. الرده 40 كيلو العبوه 350 جنيه، قطعي في المحلات 10 جنيه. ادي العبوه النهارده 370 جنيه، الكيلو في المحلات 19 جنيه. المكرونه 180 جنيه للعبوه 10 كيلو، الكيلو قطاعي في المحلات 19 جنيه. اما عن اسعار البيض النهارده وفي ارتفاع، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 128 جنيه، المحلات للمستهلك 133 جنيه. الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 126 جنيه، المحلات 132 جنيه للطبق.
الطبق البيض البلدي أرض المزرعة 130 جنيه، والمحلات 135 جنيه للمستهلك. أما عن أسعار الكتاكيت النهاردة، البط المسكوفي 44 جنيه، وقابل الزيادة البيور 30 جنيه، المولر 38 جنيه، الشروفان 26 جنيه للكتكوت عمر يوم، البط البكيني 26 جنيه، المسكوف المخلط 39 جنيه، الروم البلدي الأسود 33 جنيه للكتكوت عمر يوم، الرومي البلدي البرونزي 33 جنيه للكتكوت عمر يوم. اما عن البط الفرنساوي 27 جنيه للكتكوت عمر يوم. اما عن الجميزة البيور النهاردة سألتونا عليها ومش متوفرة، الكتكوت 19 جنيه ولكن البيور الاصلي مش متوفر يا جماعة. رزي فرز برابر النهاردة 16 جنيه، رزي على وشه 18 جنيه، رزي فرز ديوك النهاردة 19 جنيه، بلدي حر 11 جنيه، بلدي مشعر 11 جنيه، الهجين العالي النهاردة 19 جنيه، الساسو الشفر النهاردة 19 جنيه، والساسو الجيل الثاني 18 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي النهارده وفيه ثبات سواء في الاهالي او في الشركات، والثبات ده معناه يا جماعه ان السوق احتمال ينزل شويه، فعاوز اقول لكم اللي محتاج بس ينزل، واللي مش محتاج وممكن يستنى شويه استنوا، مش هيجرى اي حاجه. طيب النهارده الشركات بادئ من 26 لحد 29 جنيه الكتكوت الشركات. دي كانت الحلقة النهاردة، ودي كانت الأسعار المعلنة، نتمنى يكون القادم أفضل. لو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، استنونا في حلقة جديدة، أشوفكم تاني بألف صحة وخير.